Start recording. Spinal cord injuries. خلصنا من البرين injuries. طلعت لنا مين؟ Spinal cord injuries. من أخطر إشي وهاي خطيرة بس مش زي البرين injuries. على الأقل هون الواحد ممكن يظله عايش مع إنه ممكن يظله معه يعني disability لطول العمر لكن مش زي البرين. لكنها خطيرة وراح نشوف حالات بتخوف بي Spinal cord injuries. طلعوا. كأناتومي السباينال كورد هو جزء من سنترال نيرفس سيستم وكل طبعا بيش محيط هو فيرتبري الفقرات هي اللي بتحميه ما بين كل فقرة وفقرة شو بيطلع منه نيرف وعلى مستوى الفقرة بحنا هنا لما نعمل اسسمنت بالإنجري نشوف وين مستوى الفقرة يعني تطلعوا من اللي بتحكم باللنجز بالتنفس وبالديافرام تقريبا على T5 والT6 فإذا patient صار معاه injury بهذا الليفل بتوقع انه يصير معاه ما فيش كهرباء فإذا patient صار معاه injury على هذا المستوى شو بتوقع يصير معاه injury من هون على كل الأعصاب اللي بتأثر على اللنجز أو لتحت معي ولا معاه معي خليكم ركزين معي هذا ما راح يفيدكم بالامتحان كلياتكم مدققين عليك والله معاه ايفون وشاحنه سريع خلص ركزوا معي شوي برد عيد دعيد المحاضرة من اول جديد يا جماعة spinal cord injury احنا بنطلع على level of the injury لازم نكون عارفين النيرفز اللي بتطلع من كل level الليفل وما دونها شو بكون affected يعني واحد صار معاه كسر بسبب حادث سير او بسبب بقعة صار معاه كسر على C7 فمن C7 وتحت مع انه هذول ولا اجاهم اشي لكن من C7 وتحت شو بكونوا affected تمام مين تمام بالله عليكم صحصح معي تفروش قلبي بالله عليكم قلتوا اللي مش فاهم يرجع للتسجيل طيب spinal cord injury قلنا هاي موضوع مش مسحة فهي major health problem trauma spinal cord ممكن تعمل للpatients complete paralysis هي اصلا انواعها complete او incomplete او بسموها partial فالcomplete على كل السباينال كورد كلياته انجرد طبعا مش على كل سباينال كورد من فوق لتحت لا من الرايت للليفت يعني مثلا على السي 5 صارت الانجري هذا السباينال كورد من هون لهون هاي مسميها كومبليت انجري بينما البارشل بتلاقي على وان سايد من السباينال كورد قلنا يا بتكون كومبليت يا بتكون بارشل او انكومبليت فبالتالي البيشنت اذا صار معاه باراليسيس مثلا بالبوبليكس هذا شو بنسميه هذا بيرابليجيا اذا بتتذكروا شو اسمها بارابليجيا شلل نصفي السفلي هذا بنسميه بارابليجيا فهذا شو بيكون الانجري ما انه صار على بوث سايد شو بتكون الانجري كومبليت الله ما شفناه بالعقل عرفناه بينما واحد صار معاه انجري بون بارت اوف ذا بودي باجره اليمين تكون partial واحد صار معاه انجري بالفور extremities شو بكون كومبليت شو اسمه كوادربليجيا او تتربليجيا كمان شوي رح نحكي عنها بينما واحد صار معاه انجري باطراف ثلاث شو بتكون انكومبليت لو كومبليت كان الطرف الرابع صار معاه انجري بدها شرح هاي ان شاء الله ممكن تكون الانجري على شكل ترانزكشن شو معنى ترانزكشن سيفيرينج قطع بالسباينال كورد فقلنا دائما التاثير وين بكون من مستوى وتحت مستوى الانجري فهذا اللي احنا بنخاف منه الموست كومن كوزز للسباينال كورد انجريز بالنسبة للكتاب الستاتستكس اللي اعتمد عليها مين موتور فيهيكل
crashes 46% بسبب الحوادث 22% بسبب الفولز والسقوط أو ممكن فيولنس أو سبورت ريليتد انجري 12% جوجل ترانسليتر ترانسليت فيولنس تو عربيك شو معناها عنف مين أكثر مالز ولا في مال عادة بكو تتحمل التنمر بكو تتحمل عشان تنجحوا مين اللي بده مين اللي بتعرض لسبانال كورد انجريز أكثر مالز ولا في مالز مالز وقلنا نفس أسباب بالتروماتيك برين انجري شو الأسباب خصوصا اليونج الأدوليسنس اللي بيحبوا يعرضوا الشو أوف من الأعمار 15-35 سنة وهي معظم الإصابات بتصير فيهم مين كمان من ريسك فاكتورز كحول دراج يوز واحد لما يتعاطى يطلع يسوق بالسيارة يقطع إشارة حمراء يفوت بإشي قدامه راح فيها فهي ميجر كوز اوف ديث بسبب السبينال كورد انجري راح يصير معاه كمان كومبليكيشنز زي نيمونيا لأنه راح يتركب على الجهاز التنفس الصناعي ممكن يصير معاه بولموناري امبوليزم شو البولموناري امبوليزم؟ كنا لها سببين انواع البولموناري امبوليزم انواع الامبوليزم ان جنرال ممكن تكون اير او غاز امبوليزم ممكن تكون كلوت عاديه كلوت عاديه او ممكن تكون فات امبوليزم فالبولموناري امبوليزم ممكن تكون واحد من هذول الثلاث واحد صار عنده نيموثوراكس شو هو النيموثوراكس اخذناه بالادلت 1 هو يفوت على الثوركس بالضبط وهي ممكن اذا دخلت لجوا او دخلت على blood vessels تخش وتروح تعمل pulmonary embolism في اللونز نسميها air embolism clot واحد بسبب لانه صار معاه paralysis وقاعد بالسرير صار راح يصير معاه DVT انتقلت عملت له pulmonary embolism fat embolism من lung bone fractures وهي لها نظريات كثيرة عشان تفسرها في ناس النظرية بتقول لك في نظرية من نظريات بتقول لك الفات بتطلع من البون بتخش على البلد ستريم الفات اللي جوا هسا لو كسرت اي عظمة دجاجة بعد ما او عظمة لحمة تلاقي جواتها زي البون مر تاعتها هي الفات اللي بنقصد فيها فاذا بتفوت على البلد ستريم تروح تضرب على اللونز زيها زي الكلوت والنظرية الثانية بقول لك بسبب الستريس بصير اوكسيدايزيشن للفات اللي جوات البلد فيسلز فبصير عنده فات امبوليزم عارفين ليش بصير بالمناعي امبوليزم وطبعا سيبسس ممكن السيبسس تكون عن طريق بسبب النيمونيا اللي بتصير معه او ممكن عن طريق الاندويلين كاثيترز فولس كاثيتر اللي احنا بنحط له اياه او السنترال لاين سي في بي لاينز انا هذول كريتيكال سيتويشنز لازم نظل مراقبين السنترال بريشر بارابليجيا مش بارا بارابليجيا زي ساره سيره بالانجليزي paraplegia شو معناها paralysis of the lower body right and left سفلي tetraplegia كانوا زمان يسموها quadriplegia هسه صار الاسم المتعارف عليه tetraplegia هي paralysis of four extremities طيب لما يصير في عنده paralysis with three extremities شو اسمها triplegia هاي ما راح تشوفوها بمكان ثاني triplegia تصير في عنده شلل في ثلاث أطراف وقلنا بكون المشكلة incomplete complete injury تقريبا نفس الباثوسيولوجي تاع البرين انجري patients راح يصير معاه damage وهي الدمج ممكن تكون concussion أو contusion أو laceration أو حتى compression كيف يعني compression؟ يضغط السبينال كورد تتفتت توحد من الفيرتبرا وبالتالي بيضغط على بعضه او حتى complete transection اللي هي severing شو يعني severing قطع لكل البون مارو وبالتالي هذا راح يحفز الانفلاماتوري بروسيس يصير اديما يعمل كمان compression اكثر واكثر ويقل البيرفيوجن ويصير معاه هايبوكسيا واسكيميا في البون مارو الكومون سايتس اوف انجري هسه انت تطلع على حالك شوف وين اكثر مناطق في الظهر تتحرك هي اكثر مناطق معرضه للانجري ليش لانها بتكون اقل اماكن فيها سبورت لو انه فيها سبورت ما كانت تقدر تتحرك
من أكثر إشي بلو range of motions 5th و 6th و 7th cervical vertebrae 12th thoracic والفيرست لمبر بيناتهم اللي هي المكان انت لما تحط ايدك وتثني المكان اللي بثني في ظهرك بتكون منطقة اللمبر C7 هي طبعا تكون flexible وتنتقل من السيرفيكال للثوراسيك vertebrae و T12 L1 اللي هي تختلف من هنا الفلكسبيليتي ما بين الثوراسيك واللمبر فهي اكثر اماكن ممكن يصير فيها انجري لانه الرينج اوف موشن تاعتها كبيره وبالتالي احنا بنعرف انه ما في شيء بيعملها ستابلايزيشن وبكون معرضه لانجري اكثر الانجريز زي التروماتيك برين انجري ممكن تكون برايمري بسبب الانجري نفسها وغالبا شو بتكون بيرمننت او ممكن تكون سكندري بسبب الانفلاماتوري بروسيس والبليدنج فالبيشنت راح يصير معاه اسكيميا هايبوكسيا وهيمرج وهي كلها راح تعمل دمج للنيرف تيشوز والبريفرال نيرفز سكندري انجري شو ممكن تكون ريفرسبل عشان هيك فوكس تاني عليها عشان نمنع الكومبليكيشنز تاعتها وخلال خصوصا خلال اول 4 إلى 6 ساعات فاحنا من التريتمنت تاعتنا امنع البارشل انجري اخلي بديش اياها تتطور الانجري وامنع الاذر كومبليكيشنز واحد يصير معاه ريسبيراتوري ارست واحد صار معاه مثلا انجري فوق السي 5 راح يصير معاه كاردك او ريسبيراتوري ارست فبدي امنع الارست هذا الكومبليكيشن عن طريق الميكانيكال فنتليتر فليكشن انجري شان فليكشن انجري عن طريق الانثناء هاي مش مهمة يعني مش راح اجيب لك صورة بالامتحان واقول لك شو الطيب في انجري كومبريشن انجري طلع كيف مثلا تفتت التايل فيرتبري وصار في بريشر على سبانال كورد اللي بيفكر ينتحر بهاي الطريقة دير بالك بتوجع فصار في عنا ديستراكشن لكل الكونتينم تاعت سبانال كورد ركزولي لحبيبته هايبر اكستنشن انجري زي حوادث السير طلعوا هنا صار في كومبريشن على الجهه الثانيه مش على الفيرتبرا على البروسيس بتاعت الفيرتبرا او الفليكشن روتيشن انجري واحد وقع ولف كثير او زي اللي بيطقوا ظهرهم بيظلوا على نفس اللفه بسبب الفليكشن روتيشن انجري او بنتريشن انجري بسبب مثلا حوادث السير او ستابينج وونز قربنا نخلص وما يسعد الصور محسنين clinical manifestations تعتمد حسب وين الليفل اوف انجري طبعا والتايب اوف ذا انجري ممكن البيشنس او تتراوح الاصابات توتال سنسوري يصير في عنده مشاكل في السنسيشن او يخسر كل سنسيشن ممكن توصل لباراليسيس حسب مكان الانجري اذا كانت فوق النيرفز اللي بتتحكم بالبلدر والبول البيشنس راح يصير معاه بطل يقدر يتحكم بالبول ممكن يصير معاه ريتنشن او انكونتيننس والبول ممكن يصير معاه باراليتيك ايلياس شلل في الامعاء كونستيبيشن طبعا لوس اوف سويتنج بيشنت تلاقي في عنده فيفر وما فيش عنده سويتنج ما في عنده اي نيرفز تتخيلوا السباينال كورد هو طريق للسيجنالز اللي جاي من البرين للاكستريميتيز شو هاي الرسمه اللي هي ماشي فانا اذا قطعت هاي الطريق راح توصل سيجنلز بالضبط فانا مثلا واحد صار له ستيميوليشن للبرين البرين بيجي يوصل هون ما في واحد صار في عنده فيفر تلاقي فوق الاماكن فوق مكان الانجر فيها سويتنج لكن تحتها ما فيش سويتنج هاي بنسميها هايدريشن فلوس اوف سويتنج او الفيزو موتور تون يعني لوس اوف فيزو موتور تون تلاقي صار معاه فيزو دايليشن والله خلنا ارجع لشغله لصوره اول صوره في سباينال كورد انجريز امسح هاي شايفين ايش باراسمباثيتك في الموضوع بس السباينال كورد شو بينقل بس السمباثيتك الباراسمباثيتك اللي بتحكم في الابدومين وتحت مين الفيجاس نيرف الفيجاس نيرف بيطلع من تحت الدماغ بالضبط مباشر فانت هون بين قوسين
السيجنالز اللي بتنتقل عن طريق السباينا من البرين على السباينا كورد شو كلياتها سيمباثيك صح؟ يعني السيمباثيك والباراسيمباثيك في الجسم هم في حالة توازن، بزيد السيمباثيك باراسيمباثيك كمان بده يحاول يزيد. البرين لما يودي هاي الإشارة السيمباثيك يا بتكون بوزيتيف أزيدها يا بعملها بقللها. مشكلة السيمباثيك مثلا صارت عندي إنجري هون على هذا المستوى، في عندي ريفليكسس هون تابعت لمين؟ للسيمباثيك. فهاي كليات بتعتمد على كيف الجسم بده يتفاعل معها، وراح اشرحهن شوي بالديتيلز مع انها مش موجودات في السلايد. يعني اذا اجاك انت هون او اذا صارت في انجري والبيشنس صار عنده باراليسس مثلا من هذا الليفل وتحت، بيشنس كان معاه اللهم صل على محمد، صار معاه بين، صار معاه اي نوع من البين، مثلا لو كان نايم على الشرشف اللي مجعلك هذا وهذا بينفول، الجسم حاس فيه من تحت للور اكستريميتيز، لكن هو للبرين واصل الامدادات؟ لا، لكن من للسباينال كورد واصله سنسيشن انه في بين. فالرفلكسز بتتيجي سيجنالز للسباينال كورد، وقلنا في انواع الرفلكسز، ورجع للاناتومي فيسيولوجي تلاقوا في بعض الرفلكسز موجوده وين؟ في السباينال كورد. هذا بين معناته ستريس، شو بده يحفز؟ الستريس. الاوتونوميك نيرفس سيستم هو عباره عن سمباثيتك والباراسمباثيتك صح؟ ستريس مين بيحفز؟ سمباثيتك. فالسمباثيتك له ريفلكسز جوات السباينال كورد، شو بيعمل؟ سمباثيتك بيعمل، ممكن يعمل فيزو كونستريكشن عن طريق الكاتكولامايز. فيزو كونستريكشن من وين؟ تحت اماكن الاصابه، راح يصير يرتفع البلد بريشر، فبالتالي راح يجي البرين راح يعرف انه في عنده زياده في البلد بريشر، فبيحاول يبعث سيجنالز للبادي انه يا جماعه في زياده البلد بريشر خففوا. سيجنالز هاي راح تزيد الباراسمباثيك صح، راح يقول للباراسمباثيك يشتغل، وبده يعمل نيجاتيف للسمباثيك. من وين بيقدر يتحكم بالسمباثيك؟ وين بيقدر يتحكم؟ للمكان الانجري من هون وتحت بيقدر يتحكم فيها. فبالتالي هذا شو بيعني؟ من تحت اماكن الانجري شو بتلاقي معاه؟ هايبرتنشن. وفوق اماكن الانجري شو بتلاقي معاه؟ هايبرتنشن. فهذا المقصود باللوس اوف فيزوميتر تون، ما في اي امدادات من البرين لتحت عن طريق السمباثيك يقول له اعمل لي فيزو كونستريكشن، فبالتالي كل بلود فيسلز اللي تحت شو مالها؟ شو بحاله فيزو دايليشن. هاي بنسميها نيورو جينيك شوك، نيورو جينيك شوك. ما فيش بيرفيوجن بسبب فيزو دايليشن، والسبب وين هون؟ نيورو نيورولوجيك. شو قلنا بصير معاه؟ ريدكشن في بلود بريشر بسبب فيزو دايليشن. نرجع للصورة هاي اللي هسه قبل شوي كنت خطش عليها، قلنا ما انه ارتفع الهايب البلد بريشر هون وجت الامدادات، البرين بده يحاول يعمل نيجاتيف للسمباثيك وزيادة بالباراسمباثيك، وهذا كل شغلهم وين؟ فوق اماكن الانجري السمباثيك، بينما الباراسمباثيك ما هوش دخل بالسباينال كورد كله، بيقدر يتجاوز السباينال كورد. فبالتالي شوف شغل الباراسمباثيك على الهارت شو بعمل له؟ برادكارديا. فواحد من اهم العلامات تلاقي عنده برادكارديا، من علامات النيورولوجيك شوك تلاقي عنده بلود بريشر نازل وعنده برادكارديا. بينما مثلا واحد عنده هيموريجيك شوك، هيموريج، تلاقي عنده نازل بلود بريشر بينما الهارت ريت شو ماله؟ يعمل كومبنسيشن، تلاقيه مرتفع. هاي الشغلات بدكم تحطوها، بدكم تكونوا فاهمين الفيسيولوجي والاناتومي بتاعت السباينال كورد. طبعا مع انه انجري راح البيشنت يصير معاه اكيوت بين في الاماكن او في مكان الانجري، ممكن يصير معاه ديفورمتي، بطل يعرف يقعد او البوستر تاعته تختلف،
respiratory functions إذا كانت فوق أماكن النيرفز اللي بتتحكم بالديافرام اللي هي respiratory nerves فصير معاه impaired breathing. واحد صار معاه spinal cord injury إيش طبيعي يلاقي عنده anxiety, depression, agitation, poor chest wall expansion بسبب إنه ما في النيرفز اللي بتتحكم respiration تأثرت, decreased air entry بسبب نفس هذا السبب, failure cyanosis لأنه ما فيش عنده ventilation, increased heart rate وممكن تتحول ل bradycardia حسب شو طبيعة الانجري, paradoxical chest movement flail chest هاي اخذناها وين adult one لما شرحنا عن النيمونيا. flail chest شو معنى flail chest؟ واحد صار معاه انجري وبالتالي صار في عندنا جزء من الريبس شو مالهم سميهن floating يعني ما في اشي ماسكهم, فبالتالي انا كل ما اعمل inspiration لما اجي اخذ نفس هاي شو راح يصير فيها هاي الجزء اللي صار فيه fractures بالريبس وبالتالي هم طايشات, انا باخذ نفس راح يفوتوا لجوا, لما اعمل expiration راح يطلعوا برا, ونفس الاشي بهذا الانجري بالinspiration فوتوا expiration بتطلع, هاي شو مسميها flail chest. إذا جبت لكم صورة زي هيك يكون عن flail chest أخذتوها بالأدلت 1. Paradoxical chest movement بتدل على إنه البيشن شو عنده flail chest, هاي بسبب الانجري نفس. ممكن يصير معاه increase بالaccessory muscle use, شو هي الaccessory muscle تاعت التنفس الدافرام, هاي المين muscle الاكسسوري المساعد اللي هي الانتركوستال ماسلز بالاضافه ل ستيرنومايستويد ماسلز والترابيزيوس, فبتلاقي في عنده كونتراكشنز لانه استخدمهم كثير. ازمه والسي او بي دي ناسينا هاي الاشياء جماعة. انتم شفتوا موضوع التحكم موضوع الامتحان والله ما كان سهل, نجحوا لأنهم قللوا علامة النجاح عبلاط, بدهم ممرضين لو بدهم يخلوها على مثلا 50 بتلاقي عزة على الفيسبوك. انت قبل ما تطلع النتائج وانا هذا بقيت طلب تسجيل شوف تعليقات الطلاب قبل حسبنه على المجلس التمريضي شو هالامتحان, ما تضمنش بكرة بجوز يكون في عندنا اكتفاء ذاتي وبقولك لا مناش ننزل علامة النجاح وبالتالي تروح عليكم, فدير بالكم اي معلومة بتاخذوها دي بقى تنسوها يا جماعة, خصوصا بكرة على المكثف بدك تيجي احنا بنفترض انك تكون فاهم كل اشي من اللي نعطيك اشي كريتيكال, فديروا بالكم. Diagnostic findings شو ممكن نشوف, طبعا لازم نعمل assessment للneurological diagnostic x-ray ببلشوا من x-ray CT scan بعدين MRI ممكن يستخدم myelogram. ايش myelogram؟ هي x-ray أو CT with contrast, هاي المايوغرام. ECG شو قلنا البيشنس ممكن يصير معاه, عرفنا ليش؟ لأنه زاد أو البرين بحاول يقلل السمباثاتيك لكن فوق مكان الانجري, بينما الباراسمباثاتيك ولا له دخل في الانجري, فالباراسمباثاتيك بأثر على الهارت وبعمل له براديكارديا وممكن توصل اسيستولي. تاني واحد من الانترفينشنز لهذا البيشنس ممكن يعطوه أتروبين عشان يعالجوا براديكارديا, إذا طولت مثلا لمدة 6 أسابيع بقدرش أمشي البيشنت على أتروبين لمدة 6 أسابيع ممكن يعطوه بيس ميكر. أخذتوا البيس ميكر بالأدلت 1؟ قولوا لي لا. إمرجنسي مانجمنت, واحد من يا جماعة في دورات أنا هسا إذا بدأ أقترح أو أنصحكم بشيء خذوا دورة التروما مانجمنت. تروما مانجمنت في المجلس التمريض بيعطي أو في الجمعية الأردنية للإسعاف بتعطي تروما مانجمنت وهي معتمدة طبعا, بتقول لك كيف تتعامل مع الناس في حالات الحوادث السير إن كنت في الطوارئ أو كنت on the scene وقت الحادث. فواحد من الأشياء اللي بدك تعرفها إنك بدك تحرك البني الآدم أو الجسم
كقطعة واحدة as a whole unit. ليش؟ عشان أمنع further damage أو loss of neurological function. Initial care بدعم rapid assessment مسميها primary survey, أطلع patients بشكل عام هل في عنده bleeding, ABC كيف أمورها. بعدين الخطوة الثانية immobilization, أحاول أتعامل مع البيشنت as a one unit كقطعة واحدة. يعني لما بدي أعمل له repositioning للرايت والليفت مرة واحدة. extrication, شو معنى extrication؟ أني أحاول أطلعه من مكان الإصابة. مثلا حادث سيارة سير, كيف بدنا نطلعه من مكانه as one unit. بعدين بدنا نعمل له stabilization على الباك بورد اللي هو السرير هذا او الخشب اللي بتنحط تحت القطعه اللي بتنحط تحت المريض, وترانسبورتيشن للميديكال فاسيليتي. الامبولايزيشن والاستابلايزيشن هاي هي المقصود بالسباينال الاينمنت. شو يعني سباينال الاينمنت؟ نحافظ على سباينال كورد في نيوترال بوزيشن. شو يعني نيوترال بوزيشن؟ انه مستقيم, يكون ستريت, ما في اي كومبريشن, ما في اي فليكشن او اكستنشن. فلازم اعمل سبورت للهيد والنك, نخلي البيشنس مثلا يحط ايديه على الرايت والليفت, ممكن نربط له اياهن اذا ما في اي انجل. امبلايز بيشنس باي سباينال باك بورد, هاي هو سباينال باك بورد اللي بيعمل استابلايزيشن. وطلع كيف نربط البيشنس, بنحط له نك كولر. شو هي النك كولر؟ هاي القطعه اللي بتنحط عشان ما يتحرك النك, لا يصير فيها لا فليكشن ولا اكستنشن ولا روتيشن. حتى الافضل لما نتعامل مع البيشنتس يكون معنا ان يكون اربع اشخاص عشان نحركه زي ما قلنا كقطعه واحده. هيد اند نك شو قلنا؟ لازم يكونوا نيوترال, نيوترال بوزيشن. لازم نحط السباينال بورد والسيرفيكال او السيرفيكال كولر. الطوالي لازم البيشنتس نخليه باكستندد بوزيشن, يعني لا نعمله لا فليكشن لا بالنيز ولا بالهيب ولا بالنك, عشان انت ما بتعرف شو الانجري لسات ما فحصته انت. لا لا بتعرف هل في عنده نك انجري ولا في عنده سباينال انجري, فلازم تتاكد منه. فلازم يكون اكستندد نيوترال بوزيشن. هاي السيرفيكال كولر طبعا هاي مفتوحه من هون. ليش؟ اذا بدهم يعملوا له تريكوستومي, اذا ما بتوش الميكانيكال فنتليتر بتيجي مسكر. طلع الاختراع اللي عندهم روتيتنج بيت. هذا البيشنت شو ماله؟ مكسر في السباينال كورد. لو بدي اجي اعمل له ريبوزيشننج على اليمين والشمال ممكن ما اقدر اتحكم فيه كوان يونت, فبالتالي اعمل له دمج. ففي عندهم هم كفار, عندهم هذا السرير بيشنت تطلع كيف مكربس فيه. طبعا هو مش هاي مكربس كريسترين, لا احنا حاطينه هيك عشان امنع اي موفمنت وبالتالي امنع الانجري. فبدنا اياه يروح على الليفت سايد, نكبس كبسه الليفت سايد بوديه على الرايت, بوديه على الرايت. هذا شو نسميه؟ روتيتنج بيت. طيب ميديكال مانجمنت قلنا انه امنع السكندري انجري واحافظ على الاي بي سي. ولازم نضل نعمل بروجريسيف اسسمنت للنيورولوجيكال لنحافظ على موضوع اكسجينيشن والكارديوفاسكولار ستابيليتي. بالنسبه للفارماكولوجيكال قلنا شو بالنسبه للكورتيكوستيرويدز؟ في دراسات بتقول لك انه ما لها فائده, لكن اي واحد حتى في معظم المستشفيات تعال على سباينال كورد انجري بيعطوه كورتيكوستيرويدز لانه بقلل من الانفلاميشن. بالعكس هو ممكن يعمل انفكشن لانه بفضل جهاز المناعه. وهي لازم تنعطى خلال اول 8 ساعات من الانجري. ريسبيراتوري ثيرابي على اندوتريكل تيوب على فنتيليشن ميكانيكال فنتيليشن. وفي عندهم زي البيس ميكر بس لمين؟ للديافرام, نسميه ديافراجماتيك بيسنج لانه ما في اي سيجنال من البرين للديافرام. فبحطوا هذا الجهاز بسميه فرينك بيسنج للفرينك نيرف اللي بيعطي السيجنالز الديافرام, فبالتالي بصير في عنده كونتراكشن ريلاكسيشن ويصير عنده الاكسبيريشن والانسبيريشن.
بالنسبة للسكيلتال فراكتشرز بتعرفوا هاي صح، كنا قلنا لكم ما بدناش نشرح الفيكسيشن، هاي السلايد بتكفي. سكيلتال فراكشن ريدكشن اند تراكشن الهدف منها اني اعمل immobilization، واذا عملت immobilization شو انا بدي اقلل الدمج او الاكسترا او الفيرتر دمج. فهي ممكن تكون عن طريق skeletal tongues، هيها سميها skeletal tongues، او عن طريق الهيلو ديفايسز اللي هي هاي. شو هذا اللي بيعملوا؟ بيقللوا الموفمنت والرينج اوف موشن لحتى نعمل ستابلايزيشن وامبلايزيشن. ممكن يعملوا تراكشن. شو هو التراكشن؟ هذا ثقل الشد، الثقل هذا بنسميه تراكشن. ممكن يعمل يلجأوا لسيرجيكال ستابلايزيشن، اذا بتسمعوا بالبلاتينيوم صفائح البلاتينيوم او البراغي، هاي بنسميها انترنال فيكسيشن، يعني تثبيت داخلي عن طريق براغي او صفائح بلاتينيوم. وممكن اذا كان في بريشر على سباينال كورد، لما مثلا الواحد عنده فيرتبرا تكسرت وضغطت على سباينال كورد، يروحوا يشيلوا العظم اللي تكسر ويحطوا زي فيوجن بسموها سباينال فيوجن. هاي كلها على فكره مش مشروحه لا بدلت 1 ولا بدلت 2، راح تلاقوها وين؟ في الكلينيكال. في الكلينيكال لا بالكريتيكال ولا نجيب شيء عن الماسكولوسكيليتال. فبالكلينيكال راح تلاقوا حالات ولحاكم تقراوا عنها وتعرفوا عنها، بسموها سباينال فيوجن. سباينال فيوجن اني انا قاعد بلحم فعليا بلحموا تو فيرتبري مع بعض، بسموها سباينال فيوجن. بتلاقي فيه لو صورتوا اكس راي بتلاقوا فيه زي صفائح بلاتينيوم، واحد على اليمين وواحد على الشمال او اكثر حتى، عشان ما تتحرك تو فيرتبري، بسميها سباينال فيوجن. نيرسينج مانجمنت او نيرسينج بروسيس بالاسسمنت اي بي سي، معناته لازم نتاكد من الريسبيريشن والبريثنج والسيركوليشن. بتاكد انه البيشنت ما فيش عنده كاف، يعني اذا في عنده كاف بتاكد معناته انه في عنده سكريشنز، معناته اكسبانشن للتشست اكسبانشن. اي تشينجز بالموتور والسنسوري فانكشنينج لازم نبلغ الدكتور عنها. اسس اوف سباينال شوك اند اوتونوميك ديسريفلكسيا. للاسف لا بهالمادة ولا بالكريتيكال راح تعرفوهن، فعشان هيك انا مضطر، انتم مش مطالبين فيهم بس بدي اشرحهم لكم عشان تعرفون، لانه يعني ممكن تيجيكم امتحان مزاولة المهنة او اللي حاب يكمل انكليكس انهم بسالون. كل واحد يطول ورقة وقلم، اللي حاب يستفيد يطول ورقة وقلم، هيك احسن. في عنا إشي اسمه spinal shock، في إشي اسمه عنا neurogenic shock، وفي إشي اسمه autonomic dysreflexia. autonomy spinal shock، هذا عندنا spinal cord مثلا، هذا البيشنت صار في عنده انجري من هون، تلاقي spinal shock mainly الافكتد مين؟ الموتور and sensory functioning. فبالتالي شو بتلاقي البيشنت مع علامات paralysis او الويكنس، ويكنس اتسترا. ممكن مرات تلاقي عنده الاورجان dysfunctioning، نسميهن الفيسرا، اذا النيرفز تاثرت خصوصا على الهاير ليفل اوف انجريز للنيرفز اللي بتتحكم في الانتستنس، ممكن تلاقي في عنده paralytic إلياس. ممكن
لكن اكثر شيء على الموتور والسنسوري باراليسيس بصير في عنده ويكنس. هذا سبينال شوك. نيوروجينيك شوك حكيته قبل شوي. البيشنتس هذا البرين قلنا عندنا سمباثيتك. سمباثيتك قاعد بيمشي عن طريق سبينال كورد، والبارا سمباثيتك عن طريق الفيغاس نيرف. فهذا عنده مثلا صار في عنده انجري بهاير ليفل، خلينا نقول عند النك. هل في اي امدادات سمباثيتك لتحت ما في من الشغال بس بارا سمباثيتك، فبالتالي البيشنتس راح تلاقي في عنده سيفير دروب بالبلود بريشر. والبارا سمباثيتك على الهارت ريت شو بيكون بيعمل؟ ديكريز بادي كارديا. هاي شو هي؟ نيوروجينيك شوك، فيزو دايليشن تكون ماسف، هاي نيوروجينيك شوك. شو علاجها؟ فيزو بريسورس، ادويه تعمل فيزو كونستريكشن، وممكن يعطوه اي في فلويدز، وممكن عشان الهارت ريت ممكن يعطوه اتروبين، ممكن تلاقي معه باراليسيس ثاني. لكن اذا تاثرت الهارت ريت نزل والبلود بريشر نزل ثنتين، هاي شو بكون اسمها؟ نيوروجينيك شوك حالات سبينال كورد انجل. اوتوميك ديسريفلكسيا، هذا البيشنتس وصار معاه مثلا على هذا الليفل انجري، قلنا السمبثاتيك بمشي من البرين عن طريق السبينال كورد، والباراسمبثاتيك بدي ينتقل من هون صح؟ وقلنا في ريفلكسس في السبينال كورد. هسه البيشنتس اي ستيميليشن بيعمل اي ستريس ستيمولس، اي بين بينفول ستيميليشن، قلنا الشرشف اذا كان مطعوج هذا بين painful stimulation، البلدر اذا كانت فول هاي كلها شو راح تحفز؟ هاي ستريس راح تحفز الرفلكسز الموجوده في السباينال كورد انها تعمل الستريس هرمونز تطلع الكاتكلومينز. فتحت المستوى تاعت الانجري شو بتلاقي البيشنتس عنده؟ سيفير بلود البلود بريشر تلاقيه مرتفع تحت مستوى الانجري. فالبلود بريشر تحت مستوى الانجري تلاقيه كثير مرتفع، ممكن توصل ل 300 مليمتر اوف ميركوري. باراسمبثاتيك تحت مستوى الانجري ما بكون قادر انه يعالج السمبثاتيك، لكن وين شغله؟ اكثر فوق مستوى الانجري. فبالتالي البيشنتس فوق مستوى الانجري ممكن تلاقي عنده اذا كانت تحت الذراع مستوى الذراع تلاقي الذراع فيها هايبرتنشن، والرجلين شو فيها؟ سيفير هايبرتنشن. وعلى الهارت ريت شو بكون؟ برادي، معناته البلود بريشر مرتفع تحت مستوى الانجري، فوق مستوى الانجري ممكن يكون عنده هايبرتنشن. طيب نفترض انها مستوى الانجري من النك، كيف بدك تقدر تاخذ من فوق في اي بريشر للهيد للبلود بريشر؟ ما في. فبتلاقي بالفور اكستريميتيز نازله، لكن الوجه مع انه صار في فيز دايليشن والجسم في عنده بلود بريشر شو بتلاقي في عنده؟ فلاشنج. فهي نسميها اوتونوميك ديسريفلكسيا. وين المشكله؟ بالريفلكس ستات السمبثاتيك سيستم اللي بتكون بسبب اي محفز لدر بين انتستنس انفكشن، هاي ممكن تحفز هاي الريفلكسز اللي مش قادر يسيطر عليها مين؟ البرين. ليش مش قادر يسيطر عليها؟ لانها سمبثاتيك وصار في عندي انجري موقف السيجنالز. هاي ايش اسمها؟ اوتونوميك ديسريفلكسيا. موجود شيء بالسلايدات عنهم، بس كاتب لك assist for spinal shock and autonomic dysfunction عشان اطعم خطيتكم، مش مطالبين فيها لكن لمصلحتكم افهموا اللي حكيته هسه. عشان هيك شو كاتب لنا؟ monitor for bladder retention or distension. واحد من اهم محفزات الاوتونوميك ديسريفلكسيا هاي الشغله، bladder retention or distension، gastric dilation، الإيلياس اللي بتصير
حالات البراليتيك سوري بحالات السباينال شوك. تمبريتشر ممكن البيشنت يصير معاه هايبرثيرميا او حتى هايبرثيرميا. كيف بنعمل فيزيكال اكزامينيشن للنيورولوجيكال والمسكولو سكيليتال؟ بنحاول نطبقه هون. فبخلي البيشنت يمسك اصابعي ويشد عليهم عشان نشوف قديش في عنده سترينث. يحاول يعمل مثلا ارفع ايدك، حرك رجلك، اعمل اكستنشن عشان نشوف هل في هو عنده مشاكل في الموتور والسنسيشن ولا لا. سنسيشن مثلا نخليه بعمل له بين ستيميوليشن حاس فيه ولا لا. ودائما السنسوري اسسمنت شو لازم تنعمل؟ والبيشنت مغمض عيونه، بقول له حاس بشيء او خبرني لما تحس بوجع. هو مغمض عينه، بروح مثلا بعمل له بينش بالسكن في الايد، حسيت شيء؟ او اذا هو نقول له مثلا غمض عينك او احكي لي اذا حسيت بوجع، بشد عليه بقول لي حسيت بوجع، بساله وين. اذا قال لي بالمكان هذا معناته حاس صح. ودائما بالسنسور والموتور اسسمنت بنبلش من فوق لتحت. يعني بلشت انا هون عملت سنسيشن هون حس، بنزل لتحت. بينما هون ما حسش، شو بفترض؟ كليات شطب. ماشي؟ لو كان متردد في الجواب بتاكد مره ثانيه، بعمل بس مره ثانيه. ايوه قرصه. ها بتعمل مكان ثاني. فالتاتشنج ممكن هاي كلها تخطوهم بالفيزيكال اكزامينيشن. ممكن احنا نقول للبيشنتس بدي المسك بقطن، قطعه قطن، وانت مغمض عينك احكي لي متى بتحس فيها. فهي التاتشنج للسكن جنتلي او لايتلي. وقلنا بنبلش من الشولدر ليفل، بننزل نزول. والبيشنتس لازم يكون مسكر عيونه ولازم يحكي لنا متى بحس بالستيميوليشن. لا بلا بلا ممكن 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 هاي. وعشان هيك بيعملوهم نيرف كوندكشن تيست. في فحص اسمه نيرف كوندكشن تيست، بكون ابي ما اسوى لانه جربته. بكونوا بحطوا لهم مثلا، بدهم يشوفوا هون بكون في عنده باراستيزيا خضراء، بحطوا له ابره هون وابره هون، بيعطوا ستيمولس هون بهاي الابره والابره الثانيه طبعا مشبوكات على جهاز كهربائي، بيشوفوا اذا النيرف بنقولها لجهاز كهربائي بتتقطع. هذا بسموه نيرف كوندكشن تيست، فيري بينفول او ديسكومفورتنج. دياجنوستيز اي بي سي، صرنا حافظينها. ماشي. كومبليكيشن، شو ممكن البيشنت يصير معاه؟ سباينال شوك، نيوروجينيك شوك، توناميك ديسريفليكسيا. دي في تي ليش؟ لانه ما بيتحرك. اورثوستاتيك هايبوتنشن تقريبا زي نيوروجينيك شوك. بيشنتس ما في عنده اي سمباثيتك ستيميليشن للبلود فيسلز. ريسبيراتوري فيلير اذا تاثر الريسبيراتوري ماسلز، وبالتالي اذا شبكناه على فنتليتر راح يصير معاه نيمونيا او ممكن بسبب الاسبيريشن. صح يا صبري؟ صح يا معتصم؟ بريشر ألسر بسبب الامبولايزيشن، انفكشنز بسبب البريشر ألسر، او بسبب النيمونيا يصير معاه سبسس، او بسبب بروسيجرز. زي ايش في بروسيجرز؟ سنترال لاين او الفولس كاثيتر او الاندتراكيال تيوب. هيا الميكانيكال فنتيليشن. ماشي. هاي الانفكشنز مصادرها الرئيسيه بهيك حالات. الجولز عكس دياجنوسيز. الله يبسطك يا براه. كيف انا بدي احافظ على افكتيف بريثنج واير واي كليرنس؟ اول شيء دائما احنا كنيرسز لازم نبلش بالاسسمنت، فلازم اراقب بولس اوكسيميتر والاي بي جيز واللونج ساوندز، واشوف التشست اكسبانشن شو لازم يكون. سيمتريك تشست اكسبانشن. دائما لازم نحافظ على البلمونري كير عشان امنع الانفكشنز والكومبليكيشنز. ان بشيل السكريشن، لازم اشيل السكريشنز، لكن السكشن شو لازم تكون؟ وذ كوشن عشان موضوع الاي سي بي انتراكرانيال بريشر ما يكون مرتفع. بريثنج اكسرسايز مهمه، الاسيستد كافينج، لكن بدي ادير بالي من موضوع الاي سي بي
واذا كان patients ماشيين على oxygenation هذا الاكسجين شو لازم يكون humidified عشان secretions تكون يعني thin ويقدر يتخلص منها وحاول اعمل له hydration. mobility بدي احافظ على الالاينمنت اللي حكينا عنها تكون نيوترال بوزيشن. ومتى بخلي البيشنتس اعمل له ريبوزيشننج بالطريقه اللي احنا بنعرفها اذا كان السباين از ستيبل. بينما اذا في فراكتشرز بالسباين الاصل شو نستخدم روتيتنج بيد. بدنا نراقب البلد بريشرز مع البوزيشن تشينجز. بيشنتس مش قادر يتحركش احنا بنعمل له فاسف رينج اوف موشن كم مره 4 مرات في اليوم. نستخدم الاستابلايزر زي النيك كولرز وشوي شوي كل ما البيشنت يتحسن بنزيد الانتنسيتي تاعت الاكسرسايز. بيشنت كان نايم بدي اقعده بروح بشيله وبوقفه مره واحده صح؟ لا طبعا شوي شوي لحتى يقدر يقعد مظبوط. انترفنشنز بدنا نحاول نعمل كومبنسيت للسنسوري والبرسبتوال التريشنز فوق مكان الاصابه. تحت مكان الاصابه دير بالك تستخدمه وهاي الموجود في اللون الاحمر. فالانتاكت سنسز اباف الليفل اوف ذا انجري هم بس اللي بنعملهم ستيميليشن. بينما اللي تحت بديش اعمل ستيميليشن عشان موضوع مين؟ اوتونوميك ديسريفلكسيا بخاف اني احفزها. بدي امنع او بدي احافظ على السكن انتجريتي اني امنع البروشر ألسرز. بدنا ندير بالنا من موضوع الاند ويلين كاثيتر احاول استخدم التمبوراري يعني صار عنده بلدر ريتنشن ادخل له كاثيتر اعمل له ايفاكويشن اطلع كل اليورين بعدين اشيل الاند ويلين كاثيتر. ان جي تيوب لايش؟ عشان اشيل الديستنشن تاعت الاستومك وبالتالي ما يصير معاه اسبيريشن. الدايت شو لازم يكون؟ هاي كالوري هاي بروتين هاي فايبر دايت. ليش؟ راح تعرفوها في الكريتيكال لانه البيشنتس في حاله الستريس راح يستهلك كثير هاي المخازن هاي مخازن الانرجي. وغير هيك البيشنت شو ماله راح يكون ان جي تيوب بخاف يصير معاه مال نيوتريشن. فانا بحاول اعوضه عن طريق الهاي كالوري والهاي بروتين والهاي فايبر دايت. هاي فايبر دايت عشان موضوع كونستيبيشن او الباراليتيك ايليس. باول بروجرام عشان نمنع هاي المشكله كمان الكونستيبيشن. اذا كان مستخدمين التراكشن شو هو التراكشن؟ الشد الثقل اللي بنعالجه بجر البيشنتس مثلا. هاي ممكن تكون عن طريق زي مسامير بندخلها بالعظم بتكون راسيتها طالعه وبنعالج فيها هذا التراكشن. فبدنا نعمل سكين كير لها ما يصير فيه انفكشن والهايجين لكل التراكشن ديفايسز. ايه خلصنا خلينا نعيد والله الموضوع عجبني. استنى شوي استنى بلاش يطلع سؤالك على اليوتيوب.